فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الطائعين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الطاعة ومن أهل السنة، اللهم أمين. ومعي ومعكم فضيلة الدكتور متولي البراجيلي، أهلا ومرحبا يا دكتور. أهلا بك أستاذ أحمد، ربنا يبارك فيك. تعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. ولك بمثل السادة ومشاهدي المشاهدين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار صلاة حضراتكم ليتمكن الدكتور متولي البراجيلي من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بالمسألة 92 من مسائل الاختلاف الفقهية، نعم، من المسائل العملية. هل يجوز أن نصلي أو تصلى صلاة الجنازة على قبر الميت بعد دفنه، سواء صلي عليه قبل دفنه أم لم يصلى عليه؟ شيخ الكريم. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهل. نعم، هل يجوز أن يصلى على القبر صلاة الجنازة بعد الدفن؟ بالطبع هذه المسألة مسألة أيضا من المسائل الخلافية. فمن أهل العلم من قال بجواز الصلاة على المتوفى في القبر إن لمن لم يصلي عليه، لمن لم يصلي عليه، وهذا عليه الشافعية والإمام الحنابلة وابن حزم وكثير من أهل العلم، وثبت ذلك عن بعض الصحابة أنهم صلوا على قبور موتاهم لأنهم لم يدركوا الصلاة عليهم، كعائشة رضي الله عنها صلت على قبر أخيه عبد الرحمن، عبد الله بن عمر صلى على قبر أخيه عاصم، ابن حزم ذكر أن عليا وابن مسعود وأنسا رضي الله عنهم صلوا أيضا على قبور موتى لم يدركوا الصلاة عليهم، وهؤلاء لهم أدلة. من أدلة هؤلاء ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام صفهم وصلى على القبر أو كبر 4 تكبيرات، يعني صلى صلاة الجنازة. ورد أيضا عن أبي هريرة أيضا في الصحيحين أن امرأة كانت تقوم من المسجد، أي تقوم بتنظيفه، فسأل عنها النبي عليه الصلاة والسلام، افتقدها فسأل عنها صلى الله عليه وسلم، فقيل له إنها ماتت ولم نخبرك، لأنها ماتت ليلا ودفنت ليلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وبصلاة يعني تنور لهم أو ينورها الله عز وجل لهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء لهم أدلة أن النبي صلى عليه الصلاة والسلام، وإن كانوا قصروا الصلاة، أكثرهم قصر الصلاة لمدة شهر فقط، فقال من لم يصلي على الميت وجاء ليصلي على قبره فإنه لمدة شهر يصلي عليه فقط. واستندوا على أثر ورد عن سعيد بن المسيب عليه رحمة الله أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على أم سعد بن عبادة، كان النبي عليه الصلاة والسلام في سفر أو في غزوة، فعاد بعد شهر فطلب منه سعد أن يصلي على أمي، فذهب إلى القبر وصلى عليها عليه الصلاة والسلام، فقالوا هذه هي يعني هذا هو الحد الأقصى. وهذا الأثر من أهل العلم من قال هو لم يصح مرفوعا عن النبي
عليه الصلاة والسلام، وإنما هو مرسل. وإن كانت كما هو معلوم عند أهل العلم أن مراسيل سعيد بن المسيب مراسيل صحيحة من أقوى المراسيل. فالشيخ الألباني رحمة الله قال أن هذا الأثر الذي هو في سنن الترمذي قال لم يصح، لم يصح، وبالتالي التقييد بمدة 3 أيام أو بمدة شهر حتى لو قلنا أن الأثر ثابت فهذا وقع اتفاقا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد أن أقصى مدة هي شهر، وإنما وقع اتفاقا أن النبي كان في سفر له عليه الصلاة والسلام، فلما عاد عاد بعد شهر، فوقع ذلك اتفاقا. فعند هذا يعني الرد على المدة لمدة شهر. هناك من الشافعية من قال يصلى عليه أبدا إن كان من أهل الصلاة وقت موته، يعني بمعنى إيه؟ يعني مثلا أنت كان عنده 10 سنوات وتوفي من توفي وهو لم يصلي عليه وأراد أن يصلي عليه بعد ذلك بعد سنة بعد شهرين بعد 3، فهو كان في 10 سنوات كان الصلاة عليه وإن لم يكن بلغ، لكن الصلاة على خلاف في أهل العلم أنه الصلاة يضرب عليه عند 10 سنوات. فقال إن كان من أهل الصلاة، بمعنى يعني أنا لا أستطيع أن أذهب الآن إلى قبر رجل مات من 100 سنة أو أذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وأصلي عليه وأقول أنه يجوز أن يصلى على قبر النبي عليه الصلاة والسلام طالما قال فريق من أهل العلم من لم يصلي عليه فليصلي عليه. يبقى هذا قيده الشافعية ويعني اختار ذلك ابن عثيمين عليه رحمة الله أن يكون في وقت موته هو مكلف أصلا بالصلاة. نعم. نواصل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم أستاذ محمد. أقول السلام عليكم وبركاته، إزاي حضرتك أستاذ أحمد؟ الحمد لله، أهلا ومرحبا، تفضل. إزاي فضيلة الشيخ؟ كويس الحمد لله. الحمد لله. والله كان لي سؤال في الغسل كده بعد إذن حضرتك. تفضل يا فندم. في أخ اغتسل وبعدين بعد ما خلص الاغتسال من الجنابة تذكر يعني إن هو شاكك إن في عضو ما غسلوش كويس أو ما غسلوش يعني. فأعاد الغسل مرة أخرى، وأثناء إعادة الغسل في المرة الثانية في نهاية الغسل كده خرج منه بعض البول، فهل هذا ينقض الغسل أم لا؟ هو استمر في الغسل وخلص وبعدين رش على مكان المحل يعني مية ورش على ساقيه ماء برضه. طيب استاذ علاء، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، تفضل شيخنا. الله يبارك لك يا رب. تفضل، هات سؤالك. لي عند حضرتك بس 4 أسئلة لو سمحت لي. هات الأربع أسئلة، تفضل. ربنا يبارك لك يا رب. أولا أسأل عن الصلاة، لو أنا نمت ما بصليش العشاء ويعني كنت مرهق وبالليل قمت أصلي الصبح بعد طلوع الشمس، فهل نصلي العشاء قبل الصبح ولا خليها زي ما بيقولوا بعد على العشاء ثاني يوم؟ الليله دي ضيعت العشاء والصبح. ربنا يعفو عنا وعنك يا رب. حاضر، اللهم امين. وحكم النقاب يا شيخنا اللي هو بيغطي الوجه ايه حكمه؟ لان في فتاوى نزل بيقول ان هو عادي. حكم النقاب، حاضر، حكم النقاب في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم يا دكتور، نواصل حديثنا. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفريق الأول الذي قال بجواز الصلاة على الميت في قبره لمن لم يصلي عليه. هناك فريق من أهل العلم قال لا يجوز الصلاة على الموتى في القبور بأية حال، واستندوا إلى الأحاديث التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام بالنهي عن الصلاة على المقابر، كمثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا تجلسوا إلى القبور أو على القبور لا تصلوا، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، وفي صحيح مسلم وفي غيره أحاديث يعني أخرى في هذا المعنى. فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة إلى المقابر، فكيف نصلي إلى المقابر؟ وهذا نقل عن بعض المالكية. وفريق ثالث قال إن لم يصلى عليه على الإطلاق على الإطلاق فيجوز أن يصلى على قبره. هذا في فارق بينه وبين الرأي الأول. الرأي الأول قال إن كان صلي عليه يجوز أن يصلي عليه من لم يصلي عليه، لكن الرأي الثالث ورأي الحنفية وأيضا رأي فريق من المالكية وبعض أهل العلم قالوا إن لم يكن صلى عليه يعني لم يصلى عليه أصلا الجنازة فيجوز أن يصلى على القبر. وقالوا الأحاديث التي وردت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على قبر المرأة السوداء أو
أو على قبر غيرها. فقالوا أن هذا ماذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وخاصة أن في رواية عند الإمام مسلم انفرد بها عن البخاري اللي هي فيها أن هذه القبور مملوءة ظلم على أهلها، وإن الله يعني أنورها أو ينيرها بصلاتي عليهم. فقالوا هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. وأجيب عن ذلك بأننا الأصل أننا نتأسى بأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأصل، إلا أن يأتي دليل أن هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، وهنا لا نتأسى به كمثل زواجه من أكثر من أربع نساء. لكن الأصل أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتأسى برسول الله عليه الصلاة والسلام في قوله وفي فعله وفي غير ذلك من سنته صلى الله عليه وسلم. قال هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذه الزيادة التي انفرد بها مسلم بعض أهل العلم تكلم فيها وقال هي مرسلة، وبالتالي ولذلك لم يخرجها البخاري، والذي قال أنها مرسلة البيهقي والحافظ ابن حجر عليهما رحمة الله، فقالوا إنها مرسلة. لكن من أهل العلم قال إنه وإن كانت مرسلة فهي صحيحة كالشيخ الألباني، ويشهد لها الحديث الذي ورد عن يزيد بن ثابت، وليس زيد بن ثابت، عن يزيد بن ثابت أخوه الأكبر، عن يزيد بن ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبر جديد فسأل عنه موضع الشاهد، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن صلاتي رحمة لهم، فقال إن هذا يشهد للأثر الذي تكلم فيه الزيادة التي عند الإمام مسلم. أما الفريق اللي احنا مررنا عليه في النصف وقال النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة على القبور، فيقول إن هذا يعني إيه على العموم، لكن يخص بما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. الراجح هذا ما سنعرفه بعد هذا الاتصال. أم عمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أهلا مرحبا يا أم عمر. لو سمحت يا شيخ أنا ليه سؤالين بعد إذنكم. نعم فضلي. جزاك الله خيرا. السؤال الأول كنت بسأل عامة على حكم الفرح الإسلامي عامة، سواء بإيقاع أو بدون إيقاع، ويحصل فيه يعني هل رقص النساء بينهم وبين بعض بأي كانت الطريقة هل يعد من المخالفات؟ وهل مشاهدة الأطفال لهذا الواقع هل إن إحنا برضو بنقلد المعاصي، ولا هل يعني ده يعني من باب الزواج؟ أنا أقصد طبعا إيه الأفراح هي العامة، مش رقص بالنسبة للزوج أو كده. أنا السؤال الثاني فضيلتك، أنا سألت حلقة الشيخ محمد حسن عبد الغفار ووصل السؤال بشبه خطأ يعني معلش بعدك شوية. السؤال كان بيقول أن أخت تبلغ من العمر 36 سنة وتقدم لخطيبها شاب نفس الشاب اللي قدم لها 3 مرات، والشاب ده ما مش بيصلي ولا بيصوم، بس هي مش بتخشى على نفسها الفتنة أن تقع في المعصية، لا هي خايفة أن هي يعني أهلك بقولها أو كل الناس مثلا تزوجيه وربنا يهديه ويصلح حاله ويكون إنسان كويس ويلتزم، الحكم أن هي مثلا منتقبة وملتزمة وبتحت يعني هي خايفة تتزوجه حتى لا تفتن بالزبط في دينها. طب ما الشيخ قال ما تتجوزوش، طب إيه المشكلة بقى؟ لا ما هو يعني ده حوار، ده يعني معنى سؤال أنا كنت لا هو توضيح بس مش أكثر، هو الشيخ قال فعلا ما تتزوجهوش وكده، بس أنا أقصد توضيح معنى الفتنة مش أكثر يا شيخ. أيوة نعم جزاك الله خير. وعليكم السلام. جزاكم الله خير. مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد السلام عليكم. أستاذ محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ أحمد السلام عليكم. أهلا ومرحبا حبيبي الغالي تفضل. أنا عندي سؤال يا شيخ ما بدك. هات سؤالك. واحد مسيحي مطالب واحد. وفين أستاذ محمد؟ طبعا عاود الاتصال. أمة الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا يا أمة الله تفضل. أهلا فندم. بقول لحضرتك كل ما أشوف حد مثلا من النساء وضع كحل في عينه أقول لهم ده حرام، ده يعني ما أنا حاسة كده إنه حرام، فيقولوا لي ما النبي كان بيكتحل عليه الصلاة والسلام، مش مقتنعين خالص. السؤال الثاني برضو لو اللي حاطة كحلة وهي بتتوضى هل الوضوء بيصل كده ولا الكحلة بتمنع وصول الوضوء؟ وجزاكم الله خيرا. وإياك. أستاذ محمد السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا مرحبا تفضل. أستاذ أحمد.
احمد معاك، اهلا ومرحبا، الله يرضى عنك، اتفضل يا فندم. حضرتك انا سالت الشيخ قبل كده على موضوع السحر. موضوع ايوه السحر. يا شيخ احمد حضرتك سالت امبارح عن موضوع السحر والشيخ اجابك. عايزين تعرف بس ان ما احنا عارفين ان السحر موجود، عايزين يعني نشوف ايه يعني يعمل ايه المسحور ده، يعني يمشي ازاي على الملك ازاي. وضح سؤالك. حضرتك احنا سالنا على السحر يعني في الحلقه اللي فاتت دي، عايزين نسال يعني نشوف يعمل ايه واحد مشهور ايه يعني يعمل ايه. كيف يحصن الانسان نفسه من السحر؟ لا واحد مشهور عايزين يعني نشوف يعمل ايه عشان السحر ده يمشي منه. رحنا كذا شيخ، احنا مش عايزين نروح لمشايخ، يعني يعمل ايه هو مع نفسه؟ علاجه يعني. كيف نعالج المسحور؟ علاج المسحور. استاذ خالد السلام عليكم. عاود الاتصال حبيبي الغالي الله يرضى عنك. الراجح في المساله شيخي الكريم، يصلى عليه عند قبره ام لا يصلى عليه؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام. الراجح انه يجوز لمن لم يصلي على الميت ان يصلي عليه عند قبره، ولا يقتصر الجواز على مدة الشهر، لكن طالما هو لم يصلي عليه فيجوز أن يصلي عليه، فهذا هو الراجح والله أعلم. نعم شيخ كريم، صلى الله يرحم موتانا موت المسلمين، وأن يتوفنا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يرزقنا وإياكم المسلمين والمسلمات حسن الختام مع حسن العمل. آمين يا رب العالمين. أخونا محمد اغتسل وبعدين يقول يعني أخ شك في غسله ثم أعاد الغسل ثم بعد ذلك نزل منه أعزكم الله بعض البول فنضح الماء، فهل هذا ينقض الغسل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو اللي اغتسل ولا غسل ميتا؟ لا اغتسل. هو اللي اغتسل؟ الاغتسال إن كان بعد أن اغتسل وجد بولا فالبول ناقض للوضوء وليس للغسل. لا ليس للغسل، فالبول ناقض للوضوء، فعليه ان يعيد ان الوضوء. ان يتوضا مره يعني ثانيه، لا يعيد الغسل وانما يعيد الوضوء. لا يعيد الغسل، ما هو بعد ان اغتسل خرج منه بول. نعم. وخلاص اغتسل خرج منه البول بعد الغسل فله حكم البول، والبول فيه الوضوء. نعم جزاكم الله خير. اخونا علاء لعله لتعب نام عن صلاه العشاء فاستيقظ بعد الشروق، فهل يصلي العشاء ثم الصبح ام يصلي الصبح ثم يصلي العشاء؟ نعم شيخي كريم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام. ان كان لم يقصر فان النبي عليه الصلاه والسلام قال في الحديث من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها، في روايه اذا قام او ذكرها. اكثر اهل العلم على وجوب الترتيب، فيصلي العشاء ثم يصلي الفجر، الا لو أنه استيقظ في وقت يضيق عن أداء صلاة العشاء وصلاة الفجر، يعني قام في وقت الفجر وعنده وقت قصير لإدراك صلاة الفجر يعني حاضرة قبل الشروق. حاضرة، فهنا نقول أنه يصلي يصلي صلاة الفجر قبل خروج قبل خروج وقتها، ثم بعد ذلك يصلي صلاة العشاء. أما إن قام بعد شروق الشمس فيرتب يعني، والنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه في غزوة الخندق أنه صلى الصلاة مرتبة صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. حكم النقاب شيخي الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. النقاب اختلف أهل العلم فيه، وهذا الخلاف ثابت ما بين الوجوب وما بين الاستحباب، وهذا الخلاف قديم وخلاف يعني معتبر، وكتب فيه يعني المفسرون وكتب فيه المحدثون وكتب فيه الفقهاء، والخلاف سائغ، والحقيقة أن هناك من ينكر هذا الخلاف، لكن الخلاف سائغ وموجود. ويمكن أنا أشرت إلى ذلك أني أكتب في مجلة التوحيد بارك الله فيها في مسألة حجاب المرأة. أعداد كثيرة. هذا هو هذه الحلقة 21 ستكون في شهر رجب بفضل الله، وأنا وقفت على خلاف أهل العلم وعلى الأدلة وعلى الاستدلال، فكلما يعني مشيت في الأدلة من القرآن ومن السنة فيكون عندي قناعة أن المسألة خلافية. نعم بارك الله فيكم شيخ كريم. لكن النقاب موجود سواء كان مستحبا نعم أعلم مستحبا أو واجبا نعم. لكن لأن البعض ربما ينكره ويخرجه من دائرة الشرع أصلا يعني. لا ليس نعم. ليس لا هذا ليس له محل من القول. آه. إنما هو القول والخلاف،
هل هو على سبيل الإلزام بمعنى أن تأثم المرأة إن لم ترتدي النقاب، أم هو على سبيل الاستحباب بمعنى أن تؤجر المرأة إذا ارتدت النقاب، مع تقييد وضعه بعض أهل العلم حتى من قال بالاستحباب. قال إن كانت المرأة جميلة جمالها ظاهر بحيث تفتن من ينظر إليها فهنا عليها أن تغطي وجهها، أو كان الزمان يعني زمان فتن فعليها أن تغطي وجهها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أم عمر تسأل عن حكم الفرح الإسلامي بإيقاع، هل شيخ الكريم لو في نساء مع نساء وفي إيقاع فما حكم هذا الفرح؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الذي ورد في الأفراح الإسلامية هو الضرب على الدف والإنشاء، والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذهبت أم المؤمنين عائشة وبعض أمهات المؤمنين إلى فرح امرأة من الأنصار، فإن النبي سأل عليه الصلاة والسلام أكان معكم شيء من اللهو، فإن الأنصار يحبون اللهو، فقالوا ماذا كنا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحنطة الصمرة ما سمنت عزاريكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم. فهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الإنشاد يقال على الدف، على الدفوف بين النساء، هذا هو الوارد وهذا هو الجائز. نعم شيخ الكريم، أسأل الله أن يفرح المسلمين، اللهم أن يدخل على قلوبهم الفرح والسرور، اللهم أن يعفو عنا أجمعين. أم محمود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضلي. أنا يا شيخ ممكن أكلم الشيخ؟ حضرتك معانا، هاتي سؤالك، بارك الله في عمرك، هاتي السؤال. يا شيخ لو سمحت يا شيخ. نعم. أنا كنت مريضة وكان عندي التهابات على المخ. بنعفو عنك، شفاك الله وعافاك. يا شيخ كنت مريضة، شفاك الله وعافاك، السؤال. يا رب ادعي لي يا شيخ بالله عليك بالشيخ. ربي يعفو عنا وعنك وعن المسلمين جميعا يا رب. دلوقتي يا شيخ أنا تعبانة، يعني ما بقدرش أقوم من مكاني، ببقى همدانة كده في الأرض وبأخر في الصلاة، بأخر يعني ممكن أجيب الظهر مع العصر كمان يا شيخ. ربنا يعفو عنك. كان مش عارفه يعني كده ربنا غضبان عليا ولا ده، انا رحت للشيخ وداني الشيوخ كتير يعني. اخر شيخ قال لي ده انت عندك حاله عيب. اخر شيخ ماذا قال؟ عندك يعني عزق عرق. سامع يا عدنان؟ نعم. عندك ايه الشيخ قال لك؟ عزق مش واضحة. عزر، ايه عزر ده؟ عزق يا شيخ، عزق عشق. معرفش. اه عشق. يعني جني. يعني عشق من الجن يعني. ايوه. طيب ربنا يعفو عنا وعنا. كتب لي على زيت كده شيخنا هيجيبك، ربنا يعفو عن المسلمين جميعا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا أخي الحبيب، تفضل. السلام عليكم. وطي التلفزيون كلمنا من التليفون من فضل. فضل. ماشي يا أستاذ أحمد. الله يرضى عنك. زوجتي طلبت منها أنها تتنقب ومش راضية تتنقب، فما حكم الدين في هذا؟ ما حكم الدين؟ أنا طلبت من زوجتي أنها تتنقب وتركت النقاب. الزوجة لا تريد النقاب. وهل علامات، في علامات لرضا العبد، لرضا الرب عن العبد؟ في راجع صوت. وطي التلفزيون عشان اسمعك كويس. طيب ما سمعتش السؤال الثاني. السلام عليكم. نعم شيخ كريم، بارك الله فيكم واتعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم، اللهم امين يا رب العالمين. ناخذ هذا السؤال. الاخت كانت مريضه ولا تستطيع القيام وربما تؤخر الظهر مع العصر، فماذا عليها شيخ الكريم؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاخت اللي بتقول انها ممسوسه دي. الشيخ قال لها انت عندك حاله عشق. نعم. هو المس ثابت. ثابت. يعني ثبت في القرآن وثبت في السنة. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الذين يأكلون الربا
لا يقومون الا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، او الايه. والنبي عليه الصلاه والسلام مر على امراه كان معها ابن لها وقد مس، فقال اخرج عدو الله، فخرج. فالمس ثابت. العلاج من المس هو بالرقية الشرعية. بالرقية الشرعية أن ترقي نفسها بالمعوذات، بالأذكار، بالمداومة على قراءة سورة البقرة باستمرار على الأقل كل 3 أيام، وتستعن بالله سبحانه وتعالى. وكانت هناك أخت ترقي رقية شرعية، فتستعن بها. من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، وتستعن بالله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله يعني ما النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى. نعم شيخ. فإن كان عندها عذر يعني يغيب عقلها في أثناء المس ولا تستطيع أن تصلي في وقت الصلاة لأن عقلها غائب، فهذا مسوغ لأن تجمع عندما تفيق من مسها، والله أعلم. نعم شيخي بارك الله فيكم. المشاهدين الكرام معنا فاصل وسنعود إليكم بعد قليل بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام عدنا إليكم بحمد الله عز وجل، ونرحب مجددا بالدكتور متولي البراجيلي. اهلا ومرحبا يا دكتور. اهلا بيك استاذ احمد، ربنا يبارك فيك وفيكم، بارك الله رب العالمين. كانت ام عمر لها سؤال ثاني، مشاهده الاطفال للافراح سواء كانت الاسلاميه او غير الاسلاميه، لان قالت الافراح العامه وليست الافراح الاسلاميه على ما سمعتها يعني. نعم شيخ كريم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام. ما احنا قلنا بجواز الافراح اللي هي بين النساء بدون اختلاط وبالانشاد مع الدفوف. إذا أطفال بنات يجوز، أطفال صبيان لا يجوز للصبي إذا ميز، لأن النساء سيتخففن من ملابسهن، فإذا ميز الصبي فلا يجوز أن يدخل على النساء سواء في الأفراح أو في الأحزان. نعم نسأل الله العفو والعافية. الأخت طبعا أوضحت مسألة أن الأخت تخشى الفتنة في زواجها أو من الشاب الذي لا يصوم ولا يصلي، أنها لا تريد الزواج منه حتى لا تقع في الفتنة، لعلها قصدت هذا من أجل التوضيح وليس من أجل السؤال. نعم شيخ كريم. الأخت تقول كلما ترى امرأة متكحلة تقول لها هذا حرام، ممكن الأخت ترد عليها وتقول لها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع الكحل؟ نعم صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ده نفصل في السؤال. أولا النبي عليه الصلاة والسلام لم يضع كحلا للزينة عليه الصلاة والسلام، كما يظن بعضهم فيكتحل كحلا أسود ككحل النساء ويقول هو سنة. إنما النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه أنه اكتحل بالإسمد ولا لون له، يعني كحل الرجال، القاعدة أن كحل الرجال كحل طبي لا لون له، لأنه لو كان كحلا ككحل النساء لكان من التشبه بالنساء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يكتحل إذا أراد عند نومه بالإسمد من أجل جلاء العينين وليس من أجل الزينة. أما كحل النساء فهو كحل للزينة، كحل للزينة. فالأخت التي تقول النبي كان يكتحل عليه الصلاة والسلام، احنا صححنا أولا المعلومة في اكتحال النبي عليه الصلاة والسلام. أما اكتحال المرأة بكحل الزينة فهو جائز، فهو جائز، هو من زينة المرأة، وما زالت المرأة تكتحل من قبل التاريخ. لكن المرأة هل تكتحل وتخرج؟ لا، الناس في الشوارع والطرقات يعني الكحل يكون البيت لزوجها، لزوجها، لمحارمها على التأبيد. الكحل يكون يعني ايه، لأنه من الزينة، هو من الزينة. نعم شيخ كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. أهلا بك يا أخي، لو سمحت بعض يسأل بالنسبه لل يعني ربنا كرمنا ان شاء الله باذن الله وفيه فلوس من المعاش، انا عاوز احطها في بنك الاسلامي، البنك الاسلامي اللي هو الوراثي دي ان شاء الله. انت سامع كويس يا عدنان؟ كلام مش واضح معايا.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد. أهلا ومرحبا تفضل. بقول لحضرتك إن كان العبد الرب بيحب عبده هل هناك علامات؟ وإن كان العمل رياء وسمعة سلم. هل له علامات أراها في الدنيا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا تفضل. أبدأ السؤال؟ أيوة نعم حضرتك معانا الله يرضى عنك. هات سؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت يا شيخ، كان لدي صديقة وكنت أحسن إليها لكنها أساءت إليها بالكلام وأنا لم أخذ حقي منها بالكي، اعتزلتها ولم أكلمها، هل علي إثم الشحنة؟ حاضر. ولا أنا كده معليش إثم؟ أنا لا أكلمها ولا أسلم عليها حتى. حاضر، ربنا يعفو عنا وعنكم يا رب. السلام عليكم. يلا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هات سؤال. معلش يا شيخ، كان معايا ثلاث أسئلة. نعم. كان معايا ثلاث أسئلة يا شيخ. هات الأسئلة بارك الله في عمرك. أول سؤال كان بيبقى عبارة عن لو موظف حصلت له ظروف وما بيروحش الشغل وكان حد من أصحابه بيمضي له. تمام؟ فما ياخد اجازه. وتاني سؤال، وما حكم زياره القبور؟ ما تاني سؤال، ما حكم زياره المراه للقبور؟ حكم زياره المراه حاضر للمقابر. نعم شيخ كريم، متعكم الله بالصحه والعافيه ونفعنا الله بعلمكم، اللهم امين يا رب العالمين. هل الكحل للنساء يعني ينقض الوضوء؟ أو هي لو مكتحلة حائل يعني ويكون حائلا للوضوء لا يصل الماء. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكحل الذي تكتحل به المرأة هو يعني يكون لا جرم له وليس بحائل، على ما أعلم أنه ليس بحائل للوضوء، فما زال النساء يكتحلن يعني. نعم شيخ كريم، لو الإنسان أعفانا الله وإياكم مسحور، الأخ يسأل يقول كيف نعالجه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بالرقية، عليه بالرقية الشرعية. إنسان إن كان هو المسحور إن استطاع أن يرقي نفسه فليرقي نفسه بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولما سحر النبي عليه الصلاة والسلام ودعا ربه واستفتى ربه وأرسل إليه جبريل وميكائيل عليهما السلام، جبريل عند رأسه وميكائيل عند قدميه، وبماذا رقي النبي عليه الصلاة والسلام؟ بيقول هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما تعوذ متعوذ بمثلهن، وبآيات الكرسي وبسورة البقرة وبآيات السحر، سيجد ذلك في بعض الكتب التي يعني تتكلم في هذا الشأن، آيات السحر التي وردت في كتاب الله. يقرأ هذه الرقية الشرعية، وقبل الرقية الشرعية أن يطيع الله سبحانه وتعالى. يعني واحد لا يصلي ولا يطع ربه سبحانه وتعالى، هذه الرقية لا تؤثر فيه، لا تؤثر فيه، وإن جاء بمن يرقيه فسيعود إليه مرة ثانية. إنما أطع ربك أولا وأقلع عن المعاصي وارقي نفسك واستعن بالله سبحانه وتعالى، فإن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى. نعم ربنا يعفو عن الجميع. أخونا يقول إنه أمر زوجته بالنقاب فأبت، فهل له أن يأمرها بالنقاب شيخ كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. احنا ذكرت ان المسألة فيها خلاف بين اهل العلم بانه هل على الوجوب او على الاستحباب. هب ان الزوجة يرى ان النقاب على الوجوب والزم زوجته لانه يتدين الى الله سبحانه وتعالى بذلك، الزم زوجته بذلك فلها ان تطيعه في ذلك، لانه يرى ان الراجح في المسألة ان ترتدي المرأة النقاب، لكن لا يصل به الأمر إلى أنه مثلا يطلقها أو كذا، وإنما يحاول بالإقناع، بالإقناع يعني وبالرفق أن يبين لها وأن يأتي لها بالأدلة، وخاصة نحن نعيش في عصر تكثر فيه الفتن بين الناس، فيعني يبين لها ويوضح لها ويحببها
في ذلك، والله المستعان استعن بالدعاء. بارك الله فيك يا دكتور متولي. علامات المحبة، يعني هل هناك علامات محبة من الله عز وجل للعبد؟ نعم. أو أمارات؟ أمارات للمحبة؟ هناك أمارات كثيرة، يعني مثلا في الحديث إن الله إذا أحب عبدا ابتلى، وأشد الناس ابتلاء الأنبياء فالأمثل، فالأمثل هذا من ناحية الابتلاء. من ناحية المحبة أن ييسره الله سبحانه وتعالى لطاعة بعد طاعة، وأن يقيمه على طاعته، فليس هناك كرامة كما قال غير واحد من السلف، قال أعظم الكرامات أن تستقيم على طاعة الله. فهذه علامة لا تخطأ، أن تستقيم على طاعة الله وتستمر على هذا، فهذا من علامات محبة الله سبحانه وتعالى لك، والله أعلم. مسألة فيها بحث يعني. نعم. الله أسأل الله أن يرزقنا ويكون محبته. اللهم آمين يا رب العالمين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم. نعم، هو أن تقتدي بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه طاعة، أن تظل على الطاعة، من طاعة إلى طاعة، من طاعة إلى طاعة، فهذه أعظم كرم. نعم. أيضا نسأل الله العفو والعافية، هل هناك أمارات أو علامات للرياء والسمعة؟ نسأل الله السلامة شيخ الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن شرط قبول العمل هو أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، من الشروط يعني، وأن يكون على وفق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، شرط قبول العمل، شرط صحة العمل. فإذا اختل الشرط الذي تكلم عنه الأخ، هو اختل شرط الإخلاص، وأنه لا ينوي بعمله الله سبحانه وتعالى، فهذا من الرياء، والرياء شرك، فهذا يؤدي إلى إحباط العمل، إلى إحباط العمل. فعلى طيب، هو كيف يعرف أنه يرائي أو لا يرائي؟ لا يدخل الشيطان إليه، الشيطان إليه من هذا الباب. هو أنت تعرف نفسك، تذهب إلى طاعة، حتى يقال عنك إنك تصلي مثلا، يقال عنك إنك تساعد، أنت تعرف نفسك، فكن طبيب نفسك. نعم. لكن ما فيش أمارة إن فلان مرائي أو فلان ممن يسمعون، يعني ما حدش يقدر يحكم على الآخر بإخلاص من عدمه أو برياء من عدمه. دي مسألة قلبية. نعم. ولكن هناك الأذكياء من الناس عندهم فراسة، يستطيعون أن يتبينوا من القرائن الظاهرة، وليس كل الناس، من القرائن الظاهرة أن هذا الرجل يرائي، لكن لا يستطيع أن يجهر بهذا. لا لا، أو يعلن. لا لا لا، ويكون لنفسه يعني. نعم. نسأل الله. وقد يكون في سوء ظن والعياذ بالله. نعم. أنا قلت ليس كل الناس، إنما هذا لأصحاب الفراسة الذين يعني يقيمون الدليل على الدليل والقرينة على القرينة، وهذا لا يتوفر لكل أحد. نسأل الله أن يرزقنا ويكون الإخلاص في القول وفي العمل. آمين يا رب العالمين. تقول لي صديقة أساءت إليها، يعني تحسن إليها والأخرى تسيء، فهي الآن ما تكلمها، فهل في هذا فيه مشحنة شيخ الكريم؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الخصام فوق 3 أيام، ومن خاصم يعني المتخاصمان أعمالهما توقف حتى يصطلح. متى يجوز الخصام؟ يجوز الخصام أكثر من 3 أيام إن كان لسبب شرعي، كمثل مثلا النبي عليه الصلاة والسلام نهى الصحابة عن عدم كلام المتخلفين عن غزوة تبوك، وصل إلى 50 ليلة على ما أتذكر. إن كان هناك سبب شرعي يعني يستدعي الهجر والخصام، خلاص أنت هنا تخرج من النهي عن الخصام لمدة 3 أيام. لكن لم يكن هناك سبب شرعي وإنما هي إساءة، خلاص لا تقابل الإساءة بالإساءة، فلتحسن إليها ولو بالحد الأدنى من الإحسان ومن المعرفة. نعم. شيخ كريم، موظف لظروف صحية لا يذهب إلى العمل، زملاؤه يوقعون له بالحضور، فما حكم الراتب وما حكم هذا العمل الذي يعني يفعلونه شيخ الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. من غشنا فليس منا، إذا راتبه حرام فلا يجوز، هو في بيته، إن كان مريضا فليأتي بشهادة مرضية، يأخذ أجازة مرضية، لكن يوقع له يعني زملاؤه في العمل فهذا حرام، وهذا راتب محرم. صلى الله عليه وسلم. حكم زيارة المرأة للمقابر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه مسألة خلافية منعها بعض أهل العلم والحنابلة وغيرهم، والجمهور على الجواز بضوابط. نعم.
من هذه الضوابط ألا يعني تولول ولا تعترض ولا تتبرج ولا تختلط ولا تقيم قياما طويلا عند المقابر، وإنما هي تذهب للدعاء بأداب خروج المرأة وبأداب زيارة المقابر كالرجال تماما. فهذا هو الراجح، لأن ثبت ذلك عن أم المؤمنين عائشة أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وسئلت ألم يكن النبي نهى عن زيارة المقابر، ويسألها هي الزائرة امرأة، فقالت نهى ثم جوز عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى نعم عن زيارة المقابر، وقال كنت نهيتكم عن زيارة المقابر ألا فزوروها، وذكر العلة، فإنها تذكر بالآخرة وترقق القلب وتدمع العين، ولا تقول يعني هجرة أو هجرة. فالعلة السبب من الزيارة موجودة عند المرأة، بل عند المرأة أكثر، أنها تذكر بالآخرة وترقق القلب وتدمع العين، فهذه العلة موجودة عند المرأة أكثر. فالجمهور على الجواز، وهذا هو الراجح. والحديث لعن الله زورات القبور وهو الرواية الصحيحة، والرواية الأخرى لعن الله زائرات القبور، يعني بقى ضعفها أهل العلم. وزورات تحمل على المبالغة المتخذات عليها يعني إيه السرج، يعني أو كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يضيئونها ويقيمون عندها، فهذا غير جائز. فالمرأة تخرج زيارة المقابر الأداب الخروج إلى زيارة المقابر. نعم، أسأل الله أن يرحم الجميع وأن يلحقنا بهم على خير. نعم. دكتور متولي البرجيلي، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلم. ربنا يبارك فيك. وطبعا للعلم إعادة الحلقة أصبحت في 11 ظهرا من اليوم التالي وليست في 8 كما كانت، ده تعديل منذ يومين في الإعادة في حلقة 9 مساء من أهل الذكر. أسأل الله عز وجل القبول وجزاكم الله خيرا. أستاذنا الدكتور متولي البرجيلي وبارك الله في عمركم. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا بالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.